البركات وصبحهم بالخير. رضي الله عن الصحابة يأزينهم، أسأل الله يجمعنا وإياكم بهم. صحابي جليل اسمه عمرو ابن الجموح، قصة إسلامه عجب وقصة وفاته عجب. وصل عمره 60 سنة لسه ما دخل الإسلام، وكان سيد من سادات بني سلمة في يثرب في المدينة. لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير إلى المدينة يعلمهم الدين ويقرئهم القرآن ويدعوهم إلى الله عز وجل، بدأ الناس في المدينة يدخلون في الإسلام، حتى أسلم أولاد عمرو بن الجموح الثلاثة، معاذ ومعوذ وخلاد، الثلاثة كلهم أسلموا، وأسلمت أمهم كمان، باقي عمرو بن الجموح. كيف يقولوا له أسلم؟ كيف يوصلوا له هذا الدين؟ وكان معادي للدين، وكان عنده صنم، عمرو بن الجموح كان عنده صنم اسمه مناف، هذا الصنم حبيبه لحاله يعبده لحاله وكذا. كل واحد كان المشركين في الجاهلية كل واحد عنده صنم لحاله كذا يعبده ويزبطه وينظفه ويطيبه ويعطره. عمرو بن الجموح كان عنده صنم لحاله كذا اسمه مناف، سماه مناف. كان هذا الصنم مبني من خشب، شديد العناية بهذا الصنم، شديد الرعاية بهذا الصنم، شديد الحب لهذا الصنم، لا أحد يغلط على مناف. الله لا يبلانك. في يوم من الأيام جاء معاذ ولده إلى عمرو بن الجموح، قال يا أبي يعني أنا جلست مع مصعب بن عمير وسمعت منه كلام، فخليني أسمعك. فقرأ عليه سورة الفاتحة، فتعجب عمرو بن الجموح من هذا الكلام، قال يعني كلام عظيم. فقال يا أبي هلا ندخل في دينهم؟ فقال انتظر حتى أستشير مناف. هذا استشير الصنم حقي. فذهب إلى الصنم، وقف بين يديه وبدأ يمدح الصنم ويثني عليه. بعد ما أثنى على مناف ومدحه، قال يا مناف، الآن يكلم الصنم، إن ابني أتى بكلام، وأن هناك دين، وأن هناك رسول يدعونا إلى عبادة الله وينهانا عن عبادتك، وأنا أتيت أستشيرك، أسيبك وأروح أعبد ربهم ولا أمرني تكلم معايا، أنا جيت أستشيرك أعطيني مشورة. فلم يتكلم الصنم. فقال عمرو بن الجموح للصنم، لعلك غضبت، يعني غضبت من كلامي وزعلت، لكن سأتركك أيام حتى تهدأ ويسكن غضبك ثم أعود. في يوم من الأيام في الليل عمرو الجموح نايم، جاء ولده معاذ ومعاه معاذ بن الجبل، أخذوا الصنم وراحوا في حفرة ورموه فيها. الحفرة هذه كانوا الناس يرمون فيها قذارتهم وفضلاتهم ونجاستهم، رموا هذا الصنم فيه في الحفرة دي. فصحي عمرو بن الجموح في الصباح يدور الصنم، قال ويحكم من عدا على آلهتنا هذه. غضب عمرو بن الجموح وصار يدور للصنم، يدور للصنم في البيت برا البيت، حتى أتى الحفرة فوجد الصنم ملقى فيها ملطخ بالنجاسات. فأخرج الصنم، طلعوا من هذه الحفرة وبدأ ينظف وبدأ يزين وبدأ يعطر وبدأ يطيب هذا الصنم حتى أرجعه مكانه. اليوم الثاني في الليل نفس الحركة، جاء معاذ ولده معاه معاذ بن الجبل، عمرو بن الجموح نايم شالوا الصنم في نفس الحفرة. صحي اليوم الثاني وقد غضب، فصاروا يفعلون هذا الأمر معاه كل ليلة، كل ما يصحى ما يحصل الصنم حقه يحصله في الحفرة هناك. ففي يوم من الأيام زعل عمرو بن الجموح من الصنم، ثم أقبل إليه قبل أن ينام وعلق على رأس الصنم سيف، وقال إن كان فيك خيرا فدافع عن نفسك. كل شوية أشيلك من الحفرة أنا مرة ما يجي. فجوا أبناؤه هذه المرة وأبوهم نايم، شالوا الصنم، شالوا السيف من الصنم، وأخذوا الصنم وربطوه في ثعلب، في كلب ميت جيفة، ورموه في الحفرة. لما صحي الصباح عمرو بن الجموح ما حصل الصنم، راح شاف الثعلب مربوط بالصنم، فقال بيتين، قال أرب يبول عليه الثعلبان، لقد ذل من بالت عليه الثعالب. لو أنت رب ما كان قدرت تتخارج وتنقذ نفسك، لكن علم أن الذي كان يعبده لا فائدة من عبادته، فدخل في دين الله عز وجل. عمرو بن الجموح كان أعرج، كان عنده رجل أطول من رجل، رجل طويلة ورجل قصيرة، فإذا مشى عرجته مرة إيش مرة شديدة. جاءت غزوة أحد، فمنعوا أبناؤه منعوا أبوهم
عمرو بن جموح من الخروج. قالوا يا أبي إن الله قد عذرك، ليس على الأعرج حرج. فأبى ثم ذهب. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي: يا رسول الله، إن أبنائي منعوني أن أخرج لغزوة أحد، وإني أرجو أن ألقى الله شهيدا. ثم قال كلمة وسطرت، قال: يا رسول الله، إني أرجو أن أطأ بعرجتي هذه الجنة. أنا أعرج، لكن أرجو من الله أن أطأ بعرجتي وأدخل الجنة أعرج. فأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فتوقف أبناؤه، ما عاد بعد إذن النبي صلى الله عليه وسلم ما يقدر يقول شيء. فقاتل في غزوة أحد حتى قتل، رجل كبير في السن. فلما انتهت المعركة، نظر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بين الجرحى القتلى، وجدوا عبد الله بن حرام قد قتل، والد الصحابي جابر، وعمر بن الجموح، ومن الصحابة من قتل حمزة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا عبد الله بن حرام وعمر بن الجموح في قبر واحد، فإنهما كان متحابين في الدنيا. يا الله، حب في الله، خلاهم النبي صلى الله عليه وسلم في قبر واحد. بعد 45 سنة تقريبا أتى المدينة سيل جارف، بعد 45 سنة تقريبا، فجرف قبور الصحابة الذين في غزوة أحد، فخرجت جثثهم برا. فأقبل جابر بن عبد الله ينظر، فوجد أباه وعمر بن الجموح قد خرجت أجسادهم وجثثهم، فوجدهم مبتسمين وقد لانت أجسادهم، يعني ما تيبست وأصبحت تنثني، يعني كأنهم أمس اندفنوا، وبدمائهم وما أكلهم الدود. ثم عادوا حفر القبور ودفنوهم رضي الله عنهم. عيش مع الصحابة وعيش مع قصصهم وسيرهم، وأحبهم بقلب وتأسى بهم، لعل الله عز وجل أن يحشرنا وإياكم معهم.